أقول هناك ثلاثة أسباب أو ثلاث مواد إذا فقدت من البيت خر السقف على أهله، وتزلزل البناء فسقط على رؤوسهم، بل وخسف بهم وبدارهم الأرض، نسأل الله السلامة والعافية. ذاك البيت وذاك المسكن وذاك المنزل الذي لربما أوصدت أبوابه في الدنيا على نعيم وعلى رياض من السعادة، وبيوت أخرى تغلق أبوابها على شقاء وهم وغم، يقورون العين لا تستقر بهم العين. نعم، نتكلم عن الأسرة والتي جميعنا معاشر الأحباب كان من أعظم أهدافه في الحياة أن يكون أسرة وأن ينشئ أسرة وأن يقترن بامرأة مؤمنة، إذا أقبلت إليه سرت وإن غاب عنها حفظت. كلنا نريد الذرية، لكن لو قيل لأحدنا أن تلك المرأة التي تخطبها هي بوابة الشقاء لك، والله ما يتزوج واحد منا. ولو قيل لأحدنا إن الذرية التي ستخرج من صلبك إلى رحم تلك المرأة إن إنجابهم هي بوابة أو هو بوابة العذاب في الدنيا لك، لتمنى من ولد له الولد أن لو كان عقيما. من منا ينجب يريد الشقاء؟ من منا يتزوج يريد الشقاء؟ إننا جميعا معاشر الأخيار نبحث عن السعادة، وما السعادة إلا في بيت هني وأبناء وزوجة قرة عين وعيشة رضية. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، إن السعادة في الدنيا معاشر الأحباب هي مرهونة بطاعة الله بلا شك، لكننا نتحدث في زمن كبرت فيه البيوت، توسعت البيوت، والطعام ينوع بأطباقه وأنواعه، وصار الجديد يلبس على كل حين، وكثرت فيه النعمة، وتوسعت الدور، وجمل اللباس، وتنوع الطعام، لكن انقبضت القلوب، فصار بعض الأزواج شقاؤه أن يلعب أطفاله أفراخ حوله، شقاؤه أن يرى زوجته، صار بعضنا يهرب من البيت إلى الاستراحات وإلى السفريات البريئة وغير البريئة، حتى صار البعض منا معاشر الأحباب لا يهنأ ولا يسعد مع أنه في عشه الصغير وفي بيته. والأصل في البيت أنه ليس للمبات، إنما ليسكن فيه إلى أهله. بعضنا أغلق تنور النار على نفسه عياذا بالله، مشاكل، مشاكسات، مطاحنات، والدليل على أن بعض الناس يأتي مهموما فإذا أقبل إلى بيته ازداد همه، والبعض يأتي مهموما محطما فإذا دخل البيت انقلب ذاك الهم بمسحة بعينه إلى أفراخ يضمونه وزوجة متبسمة تستقبله، طرح الهم على عتبات الباب لأنه رأى من يسكن إليهم. لماذا رحلت السعادة؟ لماذا صار البعض منا الأولين يقولون شهر العسل؟ بعضنا حتى ما استطاع يكمل أسبوع عسل، وانقلب البيت بعد ذلك إلى هم وحزن وبصل. سببها سنذكره بعد قليل، لكن اعلم أيها الحبيب أن السعادة في البيت يخططها ويرسمها الزوج ابتداء، فإن الزوج الطائع لله يدخل آثار طاعة الله جل وعلا تدخل إلى جوف بيته، ولذلك يكون البيت جنة. إي والله، ولذلك إياك أن تحسب أن البيت السعيد هو الذي به أفنية وعلى شارعين جنوبي وشرقي 1000 أو 2000 وسبلت ومكيفات ومفارش والأثاث مستورد والفرش والنمارق. لا والله، فإن السعادة رحلت من بيوت وقصور وسكنت عشش وسكنت خيام وسكنت أخبية، كان من تحت الخيمة طائع فطوع الله له ذريته، وكان من يسكن البيت الفسيح عاصي فعصى الله عليه أهله وتلومت عليه حياته. إذن أيها الأحباب، تلك البيوت والأسر بعضها أغلقت الأبواب عليها، ومع إغلاق الباب أغلق على الهم والحزن فيها والضيق والضجر فيها، وبعض البيوت من الله على أهلها فأدخلها الله السكينة إلى أهلها. وهنا وقفة، العظماء في الدنيا خلفهم نساء صالحات وخلفهم بيوت مطمئنة وبيوت سعيدة،
ولذلك تأمل في بيت محمد عليه الصلاة والسلام، تزوج بامرأة تكبره 15 سنة، خديجة رضي الله عنها، أمي وأمك، كان لها من العمر 40 عام، وكان له من العمر 25 عام، امرأة كبيرة. لو أن أحدنا أراد أن يتزوج امرأة وهو ابن 25 ويريد بنت 50 أو 40 للامه كل الناس، أنت أعمى كيف تتزوج بمن تكبرك؟ ابحث عن صغيرة، عن بكر تلاعبها وتلاعبك، ولعل في كلامهم بعض من الرشد. لكن تأمل حياة محمد بن عبد الله إمام العظماء، صلوا عليه صلوات ربي وسلامه عليه. أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها عندما تزوجها لها 3 من الولد من غيره صلى الله عليه وسلم، تزوجت قبله برجلين، كانت معها زيد بن حارثة كان غلاما لها. كان الحبيب عندما تزوج أدخل في بيت النبوة قبل أن يولد له علي رضي الله عنه. لماذا؟ ليرد المعروف لعمه أبو طالب. كان ولد للحبيب بنيات 4 وأبناء، عبد الله والقاسم. هذا البيت الممتلئ بالأبناء، والمرأة ليست صغيرة، وكان لها تجارة ولها مال، ومع ذلك كله كان بيت الحبيب لا صخب فيه ولا وصب، هادئ مطمئن ساكن. يأتي الحبيب من غار حراء فيجد البيت هانئا، تستطيع بأموالها أن تأتي 10 من الخدم، ومع ذلك كانت تخدمه بنفسها بيدها رضي الله عنها. وفي الحديث عندما قال جبريل لرسول الله عليه الصلاة والسلام: هذه خديجة قادمة بماذا؟ بطعامه صلى الله عليه وسلم. ما أوكلت إطعامه إلى الخدم، وما وهي قادرة، فهي من أثرى نساء قريش عن بكرة أبيهن، تأتي بالطعام. وفي الحديث قال: بشرها ببيت من قصب من لؤلؤ لا صخب فيه. لماذا بيتها في الجنة هادئ؟ لأن بيت الحبيب في الدنيا هادئ هانئ مستقر، ما فيه مشاكسات ولا ملاحات ولا مشاتمات ولا ملاعنات ولا اختلاف وجهات نظر، إنما هي تنظر إلى الحبيب أنه جنتها، مع أنه لما يرسل بعد، مع أنها شريفة نسيبة صاحبة مال، يعني جميع مقومات أن تترفع عن زوجها موجودة، إلا في السن فهو وفي الشرف فهو أشرف نسب عليه الصلاة والسلام، وإن كانت هي في الذروة العليا من النسب لكنها صاحبة مال. وتقاطر أهل مكة على بابها وما أطاعت وما رضيت أن تنكح إلا بالأمين عليه الصلاة والسلام. نأخذ دليلا على أن خديجة جوزيت وكوفئت ببيت من قصب لا صخب فيه ولا وصب، لأن بيت النبوة كان هانئ. ممكن يكون صلى الله عليه وسلم جامع لقلبه ولدعوته وفي بيته غليان أو مشاكل؟ لا والله. لذلك أقول: وجعلنا للمتقين إماما. أي إنسان يريد منا الإمامة في الدين ونفع المؤمنين وأن يحمل لواء الدعوة والأمر بالمعروف والإصلاح بين الناس والنصح للناس والسعي على الأرامل والمساكين وغير ذلك، لا بد أن تعود إلى بيتك فترتبه وفق ترتيب النبوة للبيت السعيد الهانئ، ثم بعد ذلك انطلق مسددا مباركا. ولو خرجت من بيتك وهو يغلي من الداخل، أتحداك تكون للمتقين إماما. مستحيل أن تؤثر في دعوتك أو بلسانك، مستحيل أن تكون للمتقين إماما، لأنك لربما تتحدث عن الأخلاق. سهل جدا أن أتحدث عن الأخلاق ساعة، لكن لو كان ابني معكم أو زوجتي تستمع إلي وهم يرون صورة أخرى معاكسة مخالفة من أخلاقي في البيت، سيقولون: ابدأ بنفسك فانهها عن غيها. بل لربما ما استطعت أن تؤثر وما استطعت أن تغير، لأن الفاقد للشيء لا يعطيه. بل إننا نستطيع، واسمحوا لي ولا أطبق هذا على أحد، تستطيع أن تعرف الزوج السعيد من الزوج غير السعيد، من نظرك إلى وجهه، من النظر إلى طلاقة وجهه، من النظر إلى ثوبه. ما تلاحظون بعض الناس إذا رأيت وجهه استعذت بالله 7، تنظر الهم قد سكنه، تنظر فيه يا أخي فتقول: الله يحسن عزاك، عسى ما مات أحد من الأسرة. قال: لا والله ما مات أحد، لكن عندي واحدة مقرودة يا أخي، كلما قلت شرقا قالت غربا، واحدة يا أخي أوقدت علي النيران، كلما قلت هذه القبلة قالت بل تغيرت القبلة، يا شيخ لا تستوي على سوق. وكذلك تجد أن بعض النساء
تجد وجهها متصحر ضائق، وإذا قالت لها أخياتها عسى ما شرم فلانة قالت العلة طبعا زوجها، هل علة اللي عندي الله ياخذه، تدعو عليه بالموت. أي حب هذا بين الزوجين؟ والحب الزوجي خذها قاعدة، الحب الزوجي إذا ما كان يوصل للجنة فهو حب كاذب. الزوجة التي تحب زوجها والزوج الذي يحب زوجته وهذا الحب لا يوصل أبواب الجنة فهو حب كاذب، لأن الأصل في الحب حب في الدنيا يوصل إلى الطمأنينة في الآخرة، والذين آمنوا والالتقاء في الآخرة، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. من كرم الله أن المؤمن في الجنة إذا كانت الأسرة تعيش لترضي الله فتفرقت في درج الجنة، والجنة 100 درجة، وكل درجة كانت الزوجة في الدرجة 60 والابن في 20 والبنت في الدرجة 4 مثلا والأب في درجة عليين. من كرم الله لهذا الرجل الصالح الذي كان يتواصى مع أسرته لطاعة ربه أن يجمعهم في أعلى درجة لأحدهم فيلحقهم به في جنات النعيم في أعلى الدرجات. اللهم اجمعنا بمن نحب وآباءنا وأمهاتنا في جنات النعيم. ما هو بناء أو مادة بناء البيت السعيد؟ الأسرة السعيدة ما هو مواد بنائها؟ هناك 3 مواد. قبل أن أبدأ في أسباب السعادة داخل الأسرة أقول هناك 3 أسباب أو 3 مواد إذا فقدت من البيت خر السقف على أهله وتزلزل البناء فسقط على رؤوسهم بل وخسف بهم وبدارهم الأرض، نسأل الله السلامة والعافية. المواد 3 ما هي؟ مواد بناء الأسرة، يبنى الأسرة على السكينة وتبنى على المودة وتبنى على الرحمة، وأي أسرة لا تبنى على هذه المواد 3 أسرة لا بد أن تمر في زمن الحياة على آلام وعلى مشاق، ولربما يقع الخصام أو الطلاق أو الخصام. في أسر يا أخوان الرجل قد طلق زوجته لكن ليس في المحكمة وليس بالنطق، إنما طلاق هو أشق وهو الطلاق العاطفي. ألا يوجد أزواج ما يكلمون زوجاتهم كثير؟ ما يوجد أزواج هنايم في المجلس وهي نايمة في الدور الثاني وفراشه من زمن طويل بعيد عن فراشها، هذا مطلقها بس لكنه لا زال يأكل معها ويشرب، وإذا اضطر يوما إلى النكاح اضطرارا جثم جثوما ثم قضى الحاجة وفر فرارا كأنما فر من مجذومة أو جرباء. وهذا وربي ما عاش. ترى بعض الأزواج ما تزوج، لا يأنس، لا يفضي، ما يسولف، ما يطلق وجهه، ما يداعب، ما يساقب، ما يسابق، ما يلاعب، مسكين، يظن ذلك أنه من مقومات الرجولة. اقرب وجهك وارخديك. والمرأة ترى من الأحاديث اللي رواها إبليس شاوروهن وخالفوهن ولا ترد رأيك للمرأة ولا تأكل معها، وإذا تكلمت فاقذفها باللي في يدك، إذا تأخرت بالفنجال ولا بالصحن أو شبحها بالبهيم أو اشتم. بئس الرجل ذاك، أستغفر الله، بئس الذكر ذاك. ما هنا رجولة، الرجولة ينبغي أن تكون أخلاق كان خلقه القرآن. أقول ولذلك أحبابي هناك 3 مواد تتكون منها الأسرة، أن يوجد فيها كمية كافية من السكينة وكمية مغدقة من الرحمة وكمية فائضة من المودة، فإذا شح أي عنصر من العناصر 3 صار البيت إنما هو سجن انفرادي، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك بعض الأزواج بيته فندق، طعام فقط، نكاح، يبدل، يغتسل، يطلع مع الباب ثم يأتي في آخر الليل لينام ويستيقظ من الصباح فقط، دون أن يكون في بيته بوابة فرح له. ولذا إليك هذه المواد تفصيلا. السكينة، المراد بالسكينة الطمأنينة، أي أنك تسكن إليها بعد أن كنت شعثا. الإنسان في شعث ما يلمه إلا أن يفضي لامرأة خلقها الله منه يبث أسراره إليها. ولذلك بعض النساء تقول والله ما أدري وأنها موظفا فيه. ولذلك بعض الأسرار عندنا، كم راتبك؟ تلقى راتبه ما علم المرأة. طيب لماذا لا تخبرها براتبك؟ قال يا ابن ما سلمنا وهي ما درت. ألا أما علمت لو علمت كم مرتبي كيف ستفعل؟ هي يوم الأيام ستعرف، بس أخشى أن تعرف كم راتبك عقب موتك الله يجزاك خير، لأنه بينزل في الحساب كم شهر بعد موتك قبل ما ينزل من مصلحة التقاعد. بعضهم لا يخبرها كم له من المال ولا أملاكه ولا ديونه ولا شيء. قال ابني سورا من الأسرار على حياتك وعساك تسلم.
اللي ما يستطيع يفضي إليها، لا أقول اكشف كل أمر، والنساء يختلفون، بعض النساء من يوم تعطيها العلم يبدأ في لسانها حرقة، لابد أن تدق بالجوال على 15 وتقول مع كل اتصال تقول أمانة، لا تقول إلا حد، الله يجزاها خير، وهي بثت سرك في موجود في الجزيرة العربية. أعلم أن بعض النساء هذا طبعها، لكن في أمور المرأة ترتقي عندما يستشيرها في بعض من أموره، يستشيرها في بعض مساري بحياته، يستشيرها في بعض القرارات. وأحيانا يا أخي الحبيب، البناء هذا الصامت في حياتك يجعل السكينة قليلة يسكن إليها. لما تأمل في آدم عليه الصلاة والسلام في الجنة، أعيدها، في الجنة، واحتاج إلى حواء. نعم، أنت في الرياض الله يحفظك، أنت في الجنة، أنت في الرياض وساكنة في الدور الثالث، ولا في شقة في السطح، ولا دور أرضي، ولا في فيلا، أنت في الدنيا وفي زحمتها وفي صخبها وفي همومها وأحزانها. تحتاج ولا ما تحتاج؟ والله تحتاج، وأنت تحتاج تفضفض وهي تحتاج تفضفض، لكن يختلف الرجل في الفضفضة عن المرأة، أن الرجل يفضفض حتى يرد عليه برأي، والمرأة تفضفض ما تبي رأي، تبي تطلع عليه في صدرها، ولا رأيك ما تبيه غالبا، لأن تركيبة المرأة عاطفة، فقد يجمح بها عاطفتها أي يسرع، لكنها في الأصل ربما لا تريد تعليقا طويلا، وهذا سأذكره في فهم النفسيات. لذا السكينة إذا ما سكن الإنسان، إذا ما بث شدوه وشجنه وهمه للمرأة، إذا كيف تسكن إليها؟ كيف تسكن إليها؟ وإنك لتعجب من رجل يبيح الله له أن يرى كل شيء منها، ويبيح لها أن ترى كل شيء فيه، ثم بعد هذا الإفضاء لا يكون الإفضاء بالكلام أحيانا. لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم، مع قناة اعرف دينك.